ثلاث مرات ورا بعض. تعال تعال خلص. ايزي سلو. شلون ذي؟ انا اللي حت مخي ترى. ها؟ جلطني. قلت وش ذا العبقري؟ السلام عليكم. اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جاب لكم ماب عربي. اليوم عيد حوم كالعادة يعني. ماب اليوم اللي يذكر ماب العيد اللي لعبته كان حتى بستايل العيد زي كذا. اللي ما شاف يرجع يشوفه. حاط لكم علامة تعجب اضغط عليه يفتح لك مقطع. نفس الشخص اللي صمم ماب العيد هذا هو اللي صمم هذا الماب اسمه منطقة العباقرة. هاي عبقري هنا يعني. بس يعني موجود حبيبي. الله يشوف يعني. شكرا لكل شخص لعب الماب السابق. شكرا في سلم. شكرا شونغ مونغ. اوكي هل انت عبقري اثبات ذلك؟ عليك حل جميع الالغاز بدون رؤيه الحل اذا كنت عبقري فعلا. اوه كان يسبنا. ما له دخل يسبنا بس اوكي. لديك 10 مراحل مختلفه. اذا جلست عن حل اللغز يمكنك رؤيه الحل في الغرفه المخصصه. اهلا بك في منطقه العباقره. يا اهلا وسهلا. لنبدا بسم الله. اوه لحظه. ايه اصبر اصبر اصبر. هذه ناخذها بعيد. ايه شلون ناخذها؟ اقرأ بعيد حط استفهام. اوه توني لاحظ. يلا بسم الله. يقول ها غاز خطر. اوه هذا الحل هنا حلو. طيب دحوم تدري ليش لازم هذا؟ شيلد شيف شتويني ايه لازم اوصل هنا عند الفخ ويطقني وما اموت. فهمت؟ ما اتوقع الا لان هذا الماب قد لعبته قبل او لا قد لعبت نفس المرحله قبل. نظام انه لازم يلمسك الفخ. رح طيب شوف بتموت على طول. وين هنا حبيبي الذكاء. بس ما طيب يكفي ما يكفي يب. غاز خطر. اتوقع هنا المدخل. تعال بس تعال. اما والله اني حاس. والله امسك. وات امسك. اشرب بس اشرب. يا الله الله هني الحركة. كفو والله كفو. يعني اول مره تنقذني في ماب. كيف بس قال لك ما بلعب باقره يا اخي لي يعني ما من السكن والله اصلا هي. والله كان يبدينا نسويها يعني. هو اصلا ماب حق واحد اتوقع لكن نقدر نلعب اثنين بس من بغاشين. فهمتوا؟ كفو يا الفزع يلد. كم معك؟ قول لي أربعة. شو هناك فيه؟ خلا أربعة. أمس يعني شيلها معنا كذا؟ طيب هذا الحل أوكي. هنا. طيب بسم الله. أنت ما في فخ؟ يا أخي قال لك ما بلعب عقرة يا أخي. وش يعني يدخل في الجدار؟ ما أدري. أقدر أمشي. 2000 years later. ما ليش والله بس ما يعني غلط غلط هذا. قال ارجع ورا. اما قال ارجع ورا؟ والله اي يقول خذوا هذا السبلاش. خذ السبلاش. بس بعدين طيب. خذ هناك. يقول روحوا ممر الغاز الخطر. معليش يا راعي الماب بس يعني كيف نجيبها اصلا ذي؟ هذا لازم تشوف الحل. اي لازم. ادخل تدمج فهمت وانت رمي سبلاش. بس كذا يعني؟ ايه اوكي طيب هذه. اوه شكلك تنطط. لحظة لحظة إيه؟ انت تسيق طيب؟ اوه اصبر. اها لحظة شوف هذا الزون كيف؟ اوكي يعني تمشي خطوة. ايوه بس 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 انت تشغل اياه. يلا انا بركب السيارة. اوكي انت لاصق مرة فيه؟ ايه اوكي اوكي شكرا قربت اهلي. طيب كيف؟ طيب شلون الحين؟ مالك؟ اضغط الثاني. هذا نفسه اوكي. قرب ما يقربني. ثاني. اوكي. بس وصلت؟ اي خلاص انقز فوق. حسبت انه يموت اوكي. شكرا. قفز حواجز. عبر اقل عدد من الحركات. نظام شطرنج ما اعرف. طيب انا الحل كيف اقل عدد من الحركات؟ اني احاول انك تمشي باختصار كانك حصان في لعبه الشطرنج هذه. حصان اوكي. انا ما اعرف شطرنج. روح انت. انا اقول الحصان ال حرف ال ال يعني كذا سيدا سيدا يمين
كذا اسمع اسمع لازم نمشي اول شيء على كل نعرف نعرف البدايه من وين يعني اصبر الحصان الحصان يبدا هنا اصبر ايوه بس ايوه لا اصبر اوكي طيب الحين قدام واحد اثنين هنا يا يمين يا يسار روح يمين روح روح ايوه اوكي يسار طيب يسار. الحين قدام واحد اثنين بعدين يمين ال 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 كل شوي ال. واحد سيدة واحد اثنين يمين ولا يسار يسار كلهم دورك تدرب يسار دورك تدرب يسار يسار تكبر روح 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 تحوم روح كلهم دورك انت تستطيع انت ميكا 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 لا ايوه طيب. الحين سيدة سيدة يسار لا 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 اصبر اي يسار والله درعمت انا اوكي مركز تحكم خريطة مركز تحكم ودا اوه شيت تعال شوف من فوق سنايبر ها وا ها اصبر اتوقع ننزل هذا ايوه ننزل هذا اصبر في سي 4 اصلا نشوف ايه بنزلك في سي 4 كذا كذا بنزلك في سي 4 بيطيح ترى بهذا دفه دفه بس دفه يلا ما ينفجر اوكي روح فجر حقك فجرنا؟ اوكي فتح الباب تأكد؟ اي فتح الباب هلا بي اوكي وهذه طيب خلنا ناخذها ار بي جي وات والله السرعة ها؟ اوه اوكي يا ولد والله مرة شيء خرافي والله شيء خرافي اقسم بالله هني اصبر اصبر بسرعة بسرعة ما يروح واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين أوكي. ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اصبر لا يا خود ها كان اخر لحظة اصبر اتوقع هذه خلاص مشي شو انت عندك وش النغمة وشو اما والله العب اصبر اتوقع ذي النغمة الطريق ايه يب لحظة في لاك هلا ثلاث مرات ورا بعض تعال تعال خلص ايزي سلوم شلون ذي؟ انا اللي حت مخي ترى ها؟ جلطني قلت وش ذا العبقري والله يا عبقر عبقرة اوكي كنزل طيب ايش السالفة الحين؟ رايح الحين؟ ما اشوف يعني اوه تاخذ سويت ترجع اخر 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 اوه عنده فخاخ وين ما يمدي يقطع شكله لا لازم سبيت لازم او اوه اصبر تاخذ ثلج اي ثلج صح اخ اخ لا تنط على طول ها اوكي اوه كفو جلايدر خذها معك سوف تحتاجها اوكي خلينا نحتاجها طلعت المظلة طيب ذهب رامي الى بيت سيده الوان ترتيب ألوان. اوكي يب. هذا رمادي احمر برتقالي ازرق اصفر احمر برتقالي ازرق اصفر لا غلط انا سيده سيده مو بسيده اما سيده احسها اصفر برتقالي رمادي ازرق احمر هو اصفر اول واحد اصفر هذا متاكد منه انا اصفر برتقالي اشوف لا كنا ترتيب كذا 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 من بداية لهذا اي اجل اوكي اوكي زي ما قلت بداية نهاية بداية يعني ازرق احمر ازرق احمر برتقالي ازرق احمر برتقالي اصبر اصبر ازرق احمر احمر برتقالي اول شيء اصفر سيدة احمر بعدها بعدين مو بازرق برتقالي برتقالي ازرق الله طيب بس ما فهمنا يعني اللغز انا ما فهمته والله ادخل رمز السر لفتح الباب استخدم قاذف قاذف صواريخ الكتابه طيب ادخل رمز هذا وش يعني؟ اثنين هنا طيب واضحه كلها اثنين واحد ثلاثه لا لا في شيء في شيء هنا رقم في رقم هنا ثلاثه
لا اصبر، اول رقم 6. هنا 6. شوف فوق هذا 2. هذا يقول لك 2 6. انت طالع فوق، طالع فوق، مش طالع فوق. 2 هذا 6 6. انت فهمت اللي اقول لك؟ طالع فوق، شوف في طريق فوق. اخر رقم 8. اوكي فتح كفو. هلا بالجلد. اصبر، جلايدر ايش مستفيد منه فيه؟ ما ادري. جي جي بس كذا. جي 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 بس كذا. اوه خرش اهلي. اصبر روح كمل. اوه القلب شكرا لك. وش النغمة هذه؟ ما ادري بس جامدة. اذا عجبك نقوم في الطريقة الوحيدة للدعم باستخدام الكود عزة. ابي اعرف وش هذه يا اخي. كيف طيب انفجر؟ ما ادري. قاعد تلاحظ انت ما فجرنا ولا شيء، انفجر من نفسه. والله ديم الماب صح انه قصير بس اقسم بالله انه رهيب. والله مرة متعب عليه. والله مرة اقسم بالله رهيب. الزبده تعال دحوم كريتيف هاب. فبس هاي مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبك. لا تنسون زر اللايك. الماب رهيب 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 اقسم بالله رهيب. فكرت اول ليفل كذا، انا كنت لاعب الماب اللي قبل حق العيد نفس الفكره لكن جربي. اوكي اهني على اسم منطق العباقره، اقسم بالله ماب رهيب يبغى له تفكير. يعطيكم العافيه جميعا المشاهده، وان شاء الله استمتعتوا بالماب. ولا تنسون زر اللايك راح يفرق مره. كنت شب لا تنسون في اس ال حوالي 2500 واحد راح منهم الكود، فلازم اقول لكم رجعوه عشان ما تنسون. فقناه دحوم بالديسكربشن، الكود ما في الديسكربشن. يعطيكم العافيه جميعا على كل شيء. ابغى اقول يعطيكم العافيه، يعطيكم العافيه جميعا على كل شيء، ونشوفكم على خير. سلام.